بسم الله، صباح الخير والسعادة والجمال كده على كل المشاهدين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق، صباح الثلاثاء. إن شاء الله يكون صباح مميز وجميل على كل المشاهدين ومتابعينا في كل مكان. صباح الخير أحمد. صباح الخير عليك يا لينا. استنيتني انا هاي ليديز يعني فيرست يعني كذا دائما دائما احنا في الصباح في ليديز فيرست النساء اولا. صباح الخير عليك، صباح الخير على كل مشاهدينا الاكارم على امتداد بث قناه الشروق الفضائيه. مرحبا بكم في هذه الحلقه التي نتمناها مميزه ولطيفه وجميله في هذا اليوم الثالث من ديسمبر الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاعاقه. هذا الاحتفال وهذا اليوم بيكون من الأيام التي يلفت فيها النظر لقضايا ذوي الإعاقة، يلفت فيها النظر إلى القوانين والتشريعات التي يعني تقدم لهم عدد من الخدمات، وأيضا يلفت النظر إليهم باعتبارهم مساهمين في المجتمع، وهم واحدة من رايات الأمل في الحياة الإنسانية بكل أشكالها. هم واحدة من صور التحدي الذي يعني بيواجهنا نحن في كثير من لحظات حياتنا، لكن عندما ننظر إلى إنجازاتهم وإشراقاتهم والكثير اللي بيقدموه للمجتمع نقف قصيري القامة أمام أصحاب الهمم العالية والطموح والأمل والتحدي. نعم، التهنئة موصولة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بيومهم المميز، وأمنياتنا بأنه يشخر هذا اليوم وبقية كل الأيام لتخدم كل احتياجاتهم وكل أشيائهم الخاصة بهم. اليوم هنتطرق لهذا الموضوع بصورة كبيرة جدا من خلال صباح الشروق. كونوا برفقتنا، عدد من الموضوعات المهمة اللي بتهمهم وبتهمنا أكيد هنناقش قضايا مختلفة، لكن دعونا نبدأ هذا الصباح لحن الصباح كما عودناكم. نعم، لحن الصباح حيكون واحدة من الأغنيات أيضا الراسخة في وجدان الكثيرين لو أعيزوا له قيمة، نستمع لها ونستمتع بها، ونحيي أيضا الأستاذة منى بلا التي ترافقنا في لغة الإشارة عبر الشاشة. لو أعيش له قيمة أسعد الناس بوجودي، زي نضارة غصني طيب كل يوم اخضر عودي، زي نضارة غصني طيب كل يوم اخضر عودي، رب زول له قيمة، رب زول له قيمة. قدر لكل لاقي أو حنان جوا الملاقي، أبقى دار لكل لاقي أو حنان جوا الملاقي، أبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي، بها يتهنوا وينوموا واحرسوا طول ليل ساجي، والقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي، وابقى زولا له قيمة، وابقى زولا له قيمة. أشقى والقى وابقى بهجة في النفوس لكل مناضل،
والقلب وابقى بهجة في النفوس لكل مناضل، وابقى للمعطل علاج، وابقى للفلاح سنابل، وابقى للمعطل علاج، وابقى للفلاح سنابل، وابقى للثوار سلاحا أعدى من قصف القنابل، وابقى للثوار سلاحا أعدى من قصف القنابل، وابقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل، وابقى زولا ليه قيمة. نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، والاحتفال باليوم العالمي للاعاقه. لست المعاق ونور دربك زاهي والقلب ينبض بالندى والجاهي، لست المعاق وان قصرت عن الخطى فالفكر يسبح في فضاء الله، لست المعاق وفي دماك عقيده تبني الحياه اوامر ونواهي، لست المعاق وفي فؤادك عزه علوية جلت عن الأشباح. هنحتفل اليوم ببرمجة خاصة جدا، وللحديث عن الاحتفال باليوم العالمي للإعاقة والحديث عن كل المشاكل ممكن هي تكون بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة لحلها لسودان جديد حنبنيه وتحت شعار هذا العام. معنا داخل الأستوديو دكتور راشد التجاني الأمين العام لمجلس الأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا مرحبا بك دكتور راشد، صباح الخير عليك. مرحبا بك لينا وصباح الخير عليك وجميع مشاهدي قناة الشروق، ونحن سعيدين جدا أنه نصبح هذا اليوم على جميع السودانيين وجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في احتفالهم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسعيدين أنه نبدأ فعالياتنا في هذا اليوم من داخل قناة الشروق كنوع من اهتمام وسائل الإعلام بهذه الشريحة وهذه القضية التي نفتكر أنه الأساس في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو التذكير في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهم جهاز لهذا التذكير هو وسائل الإعلام بمختلف أنواعها. نعم، سعيدين جدا أن تكون ضيفنا دكتور راشد التجاني، وإحنا يعني في كل عام نتحدث في هذا اليوم، لكن أتمنى أنه نحن وغيرنا من المؤسسات الإعلامية أنه نزيد هذه الجرعات التثقيفية، يعني أنه أيضا تكون في فترات برامجية مختلفة للحديث عن الحقوق وأيضا الواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة ولفت النظر إلى قضاياهم، وكثير من القوانين والتشريعات اللي يعني هي موجودة لكن التنفيذ يبقى فيه إشكالات. المستقبل يمكن الوصول إليه، ده الشعار العالمي
لليوم العالمي للاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة. إحنا هنا في السودان ذكرت لي إنه بنولف الشعارات يعني على على بيئتنا يعني أو على طريقتنا. فشعارنا إحنا السنة دي شنو؟ نعم، كما ذكرت إنه الأمم المتحدة في اعتمادها لهذا اليوم للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة درجة إنه تضع شعار لكل عام يتناسب مع القضية المحورية اللي ترى إنه مفروض تسليط الضوء عليها في تلك السنة. واحتدنا كذلك أن نضع اللمسة السودانية لما يتناسب مع بيئتنا وأوضاعنا وظروفنا لهذا الشعار. فكان شعار هذا العام المستقبل يمكن الوصول إليه، وأضفنا عليه نحن في السودان لهذا الشعار المستقبل يمكن الوصول إليه وحنبنيه. يا سلام. بظلال ودلالات هذا الشعار الانتقال الذي حدث به السودان وما تحمل من دلالات حنبنيه. جميل. طيب دكتور راشد، يمكن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو احتفال بيضم فئات كل الأشخاص ذوي الإعاقة، كل عام بيكون في احتفال مختلف، ما الجديد هذا العام غير الشعار؟ نعم، الجديد في هذا العام نوعية الاحتفال في الأشخاص ذوي الإعاقة وطريقة الاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة. درجنا في الأعوام السابقة أن تكون احتفالات توعوية فقط في مجال التوعية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتفائية ليشارك فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هذا العام أردنا أن نجعل هذه الاحتفالات وسيلة لحل التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. هناك عدة تحديات نحتاج أن نجد حلول لها، ففعاليات هذا العام هي وضع حلول للتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة. وأهم تحدي من تحديات قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة أن تحميل الجهات ذات الصلة مسؤولية حل هذه القضايا. لذلك كانت هذه الفعاليات بشراكة مع المؤسسات المناط بها إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم. عندنا على سبيل المثال سوف تكون هناك ورشة عن سياسات ومعايير مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، ودي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حتى نضمن مؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة تؤدي الدور المطلوب هنا. المؤسسات ليست للرفاهية ولا النزهة، يجب أن تؤدي أدوار محددة، يجب أن تكون لها مواصفات ومعايير محددة حتى تؤدي الدور المنوط بها. هذه المعايير والمواصفات لابد من ضبطها بصورة واضحة. ده إن شاء الله دي ورشة هتحدد هذه المعايير وتنتقل إن شاء الله مباشرة إلى سياسات عبر وزارة التربية والتعليم لإنزالها في واقع تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لنعالج هذه الإشكاليات. عندنا كذلك ورشة عن مطلوبات مراكز الاكتشاف المبكر بالتعاون مع وزارة الصحة. أهمية وجود وحدات الاكتشاف المبكر ينقل إليها كافة الأطفال إلى هذه الوحدات من مجرد ولادتهم للتأكد من إصابتهم بإعاقة أو احتمال إصابتهم بإعاقة بأشكال مختلفة، إعاقة ذهنية أو حركية بالفئاتها الأربعة، الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والفكرية أو الذهنية يطلق عليها، هذه كلها لأنها تحدث أمرين رئيسيين. الأمر الأول يمكن أن تقي من الإعاقة بالكلية، أن هناك كثير من الإعاقات مشاكل غير وراثية، إنها مشاكل بسيطة جدا لحظة الولادة يمكن أن يجد لها علاج فيها. يعني مثلا بعض الإعاقات السمعية يمكن يكون التهاب بسيط لحظة الولادة، إذا تم تداركه يمكن أن نحمي هذا الطفل من أنه تكون عنده إصابة بإعاقة سمعية. وكذلك التخفيف من حدتها، لأن كثير من الإعاقات أيضا يمكن تدخل المبكر بعد اكتشافها لإيجاد حلولها. يعني المشاكل صعوبات التعلم يمكن أن يجد الحلول لها إذا تم إدراكها مبكرا وتم التعامل معها. ومشاكل مثلا بعض المشاكل الإعاقة السمعية بإجراء جراحات لزراعات قوقعة، كل ما كانت فترة باكرة كل ما كانت إمكانية نجاحها أكبر. دي كلها بتأتي من الاهتمام بهذا الجانب عبر هذه الورشة اللي هتحدد ما هو المطلوب لهذه المراكز من أجهزة، من كوادر، خدمة الفئات المختلفة، لخدمة الفئات المختلفة. ونتوقع مباشرة أن نؤسس مركز نموذجي كما اتفقنا مع وزارة الصحة في مستشفى الدايات في أم درمان لبداية لهذه المراكز وانتشارها في
في مختلف بقاع السودان. عندنا كذلك ورشة حول إعادة هيكلة رياضة ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لأن هذه الرياضة مهمة جدا للأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تمثل هناك فعاليات عالمية وجوائز مخصصة يعني نستحق أن نشارك فيها يعني بقدر مميز يعني. نعم، وبالمناسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرياضة هم أكثر مجالات الرياضة في السودان أحرزت ميداليات خارجية. نتذكر السنة الفاتت في الإمارات يعني جابوا عدد كبير من الميداليات. وأخيرا قبل أشهر أخونا عزيز الشريف في التجديف ميدالية ذهبية في البطولة الأفريقية للتجديف وغيرها من الميداليات، نحتاج مزيد من الاهتمام بها. يعني لا تزال هذه الرياضة رياضة موسمية، ليس لها أندية مسجلة بصورة مضبوطة، ليس لها اتحادات لها هيكلة واضحة لتمارس منافسات مستمرة. نحتاج أن نعيد هيكلة هذه الرياضة حتى نضمن استمرارية النشاط فيها ومزيد من النجاحات في هذا المجال. يعني احنا بنتكلم معك الآن دكتور راشد تجاني، على الشاشة يظهر أمامنا فعالية الانطلاق أو المؤتمر الصحفي لانطلاق هذا اليوم اللي كان في وكالة السودان للأنباء في سونا، بيظهر الآن في الشاشة لكل مشاهدين ومتابعي هذه الحلقة. يعني العالم وصل مراحل متقدمة، المستقبل يمكن الوصول إليه، ذلل التقنيات ويعني تطبيقات التكنولوجيا الحديثة أيضا لتسهيل حياة المعاقين ولتسهيل دمجهم في المجتمع. نحن لحد يوم الليلة واقفين في كود البناء ما قادرين نتخطاه يعني. فيعني متى نصل إلى مرحلة تنفيذ القوانين والتشريعات التي تضمن إنه ذوي الإعاقة يأخذوا كل حقوقهم في كل المؤسسات سواء مؤسسات التعليم أو غيرها على حد سواء؟ نعم، النقطة البداية من النقلة في مفهوم الإعاقة نفسه. المفهوم القديم للإعاقة إنه الإعاقة هي التعريف الطبي أو الفردي، إنه قصور يصيب الإنسان في الحواس والبدن. هذا هو مفهوم التقليد القديم اللي كان بيتعامل معه الناس، إنه المشكلة عند المعاق نبحث عن هذا الحل. لكن المفهوم الحديث هو مشكلة اجتماعية، مفهوم اجتماعي. الإعاقة هي في الحواجز الموجودة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، حواجز مؤسسية، حواجز ثقافية، حواجز بيئية. هذه الحواجز تم تزليلها تنتفي تأثير الإعاقة بالكلية. هذه الحواجز مسؤول المجتمع والدولة كلها ومؤسساتها بمختلف مؤسساتها في إزالة هذه الحواجز. إذا تم إزالة هذه الحواجز نستطيع أن نصل إلى مجتمع ينعم فيه الأشخاص والآخر بكافة حقوقهم. أنا أقول على سبيل المثال، إذا كان هناك حق في التعليم، مسؤولية وزارة التربية والتعليم أن توفر هذا الحق بصورة مباشرة للتعليم للأشخاص والعاقين. إذا كان هناك حق في إمكانيات الوصول، نحسم الجدل بتاع الدمج ده ولا تكون في مؤسسات خاصة بالأشخاص؟ لا، يعني لا، هذا الجدل يجب حسمه يعني. نعم، واضح الأمر زي ما قلنا، واضح بالنسبة لنا الدمج. الدمج هو السياسة المتفق عليها بأنها هي السياسة الصحيحة للتعامل مع الأشخاص والعاقة. هذا الدمج يتم كما ذكرت، أنا برجع برضو لمقدمتك حول موضوع الاحتفال ل مختلف القنوات بالأشخاص ذوي الإعاقة. نحتاج هذا الدمج في هذه المؤسسات، ليس فقط في أيام الاحتفال باليوم الأشخاص ذوي الإعاقة توجه هذه الرسائل عبر القنوات. نحتاج إلى استمرارية، استدامة في الطرق لهذه القضية عبر برامج مستدامة تتناول دائما قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وليس فقط برامج خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. نحتاج في كافة البرامج أكيد، وليس فقط برنامج في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنما يعني الاهتمام بقضاياهم في بقية الأيام. الاحتفال بيتم وبينتهي، لكن بيحتاج أن نسلط الضوء على كل القضايا المهمة لهذه الشريحة المهمة، لأنها هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الكبير. احنا شكرا لك كثير جدا دكتور راشد تجاني، الامين العام لمجلس الاشخاص ذوي الاعاقه، على هذه المساحه، ونتمنى فعليا انه يكون في حراك كبير جدا لكل القضايا اللي بتهمكم. اكيد شكرا جميلا لك. شكرا لك، ونحن متفائلين جدا بهذه الفتره الحاليه التي يمر بها السودان بانها حتكون افضل الفترات اللي نزل الاشخاص ذوي الاعاقه. التفاعل بين المجتمع وبين المسؤولين مع قضايا الاشخاص ذوي الاعاقه ينمي بانه المستقبل ان شاء الله يمكن الوصول اليه للاشخاص ذوي الاعاقه، وحنبنيهم باذن الله. يعني مثلما كان الاشخاص ذوي الاعاقه موجودين بشكل طبيعي وبشكل عادي وبشكل مسهم إسهام كبير جدا في كل الفعاليات وفي كل الأماكن وفي كل الأنشطة، أيضا في ميدان الاعتصام كان الحضور كبير والوجود ملاحظ والتفاعل أيضا كان كبير جدا
في اعتصام القيادة العامة. دي واحدة من الذكريات التي لا ننساها أبدا في السودان الجديد. عموما نتواصل معكم، والتقرير القادم الشيخ هيثم حالة إنسانية تتطلب التوقف عندها، هو كفيف البصر لكن يتمتع ببصيرة تنير العالم. التقرير القادم نتابعه ونعود. ويسر ببركته أمورنا، وأجزل به أجورنا، وطهر من الدنس به أخلاقنا. الشيخ هيثم واحد من سكان هذه القرية الوادعة على ضفاف الأزرق الخالد، حباه الله بنعم كثيرة، وعلى قائمة هذه النعم حفظ القرآن الكريم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. شيخ هيثم طبعا رجل مما قام نشأ صغير، نشأ يعني بالدراسة بتاعت الله الكتاب، منا مشى الثانوي العام. شيخ عبد الله ده قام لما الطلبه قالوا له يا جماعه شيخ هيثم ده نحن دايرين نقرا القران، مش يقرا القران. بعدين شيخ هيثم من تلغاه وبراه قال لي يا بتوديني ود الفاني. مشينا ودينا له ود الفاني الخليفه الريح، الله يطال الله بالخير يا اخي، الله يرحمه ويغفر له ويجعله من اصحاب الشهداء والصديقين. بعدين قمنا ودينا للشيخ الخليفه الريح ده، قام قرا معاه. بعدين عانى من القرايه شويه كده، عانى من القرايه وبقت صعبه لانه طفل صغير كان قدر اخوه ده برضه بالضبط جلال ده كان قدره. بعدين عانى كل يوم نمش نوديه يعني نخليه نجي منه ساعه نلقى جاء في الحله. مين ودى الفان اللي بيجي غاش الحصعيس يركب ويجي؟ كان عنده ذكاء كويس جدا يعني. لم يمنع فقد البصر الشيخ هيثم أن يكون جزءا بل قائدا أصيلا من أهل الرأي والمشورة واليد الطولة، فهو الذي ينادي الناس إلى الصلاة وكفى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. حدثنا عن تجربته في مجالات مختلفة في الحياة، أثبت لنا من خلال حديثه أن العين وحدها لا تبصر كما هو معروف في المثل الشعبي. جلسنا إليه تجاذبنا معه أطراف الحديث في الفقه والسياسة والثقافة، كان حديثه حديث المدرك المتقن في رسالة قوية وواضحة إلى فاقد البصر أن الحياة لا بد لها أن تستمر. قرأت مع المبصرين في مدرسة مدقرس المختلطة آنذاك، ثم التحقت بالمدرسة المتوسطة، ومن بعد ذلك انتقلت إلى خلاوي والدلفادني، والحمد لله حفظت القرآن الكريم، وذهبت بعد ذلك إلى معهد الخليفة
معهد تدريس القرآن الكريم في حوش الخليفة في أم درمان، ومن بعد ذلك انتقلت إلى جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ثم عينت في وزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة، وتم انتقالي مرة أخرى إلى هيئة إذاعة وتلفزيون الجزيرة. هيئة إذاعة وتلفزيون الجزيرة عمل فيها يعني مشرفا على البرامج الدينية. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا، ويسر ببركته أمورنا، وأجزل به أجورنا، وطهر من الدنس به أخلاقنا، ووسع من الحلال به أرزاقنا، واغفر اللهم به لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأعمامنا ولعماتنا ولأخوالنا ولخالاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولأنصارنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمحبنا في الله ولمشايخنا في الدين ولمن انتقل إليك بالوفاة منا ولمن أحسن من أجلك إلينا ولمن سألنا الدعاء ولمن سألناه ولعامة المسلمين أصلحنا أجمعين أدخلنا الجنة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل بجلالك على أفضل خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني نتواصل من جديد، وكم من دليل مبصر متوهج يحتي ويحتي والمدى وهابه، وترى ألوف المبصرين بلا هدى لك أنما فوق العيون حجاب. ويمكن شاهدنا التقرير اللي شاهدناه الآن، يعني تقرير بيحكي مدى قوة البصير أكثر من البصر. نتواصل أكيد في الاحتفال باليوم العالم للأشخاص ذوي الإعاقة. ولما نقول أشخاص ذوي إعاقة واضحة يعني إنه هم أشخاص عاديين، عندهم حقوقهم عندهم متطلباتهم، مفروض إحنا نتعامل معهم بطريقة عادية جدا، ما نحسس بأنهم عندهم نقص أو غيره. لكن لما نقول أطفال ذوي إعاقة هنا في وقفة شوية، وقفة شوية لأشياء كثيرة. أنه هو طفل أساسا، هو طفل صغير السن بيحتاج لرعاية خاصة، وفي الرعاية الخاصة برضو بنحتاج لوقفة، لأنه الرعاية الخاصة إذا زادت عن حدها قد تؤدي لنتائج سلبية وخيبة إحنا في غنى عنها. هنتطرق لهذا الموضوع، كيفية التعامل مع الطفل المعاق داخل نطاق الأسرة. داخل الاستوديو معنا دكتور هند فتح الرحمن البشير، استشاري تأهيل مجال الإعاقة واختصاصي اضطرابات النطق والكلام، والأستاذة بالجامعة الوطنية كلية العلاج الطبيعي. أهلا مرحبا بك دكتور هند. مرحبا بك، أهلا وسهلا، صباح النور عليكم، وكل عام وألف وكل المعاقين كل ذوي الإعاقة بألف ألف خير إن شاء الله، يعطيكم العافية إن شاء الله. مرحبا بك يا دكتور. خلينا نبدأ مباشرة بواحدة من أهم الأفكار اللي المفروض نتعامل معها أو نكون مستوعبينها لما نجي نتحدث عن التعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة. الاكتشاف المبكر للإعاقة كيف بيتم؟ الاكتشاف المبكر للإعاقة بيتم طبعا إحنا بنحسب من البداية، بنتكلم عن الولادة، من بداية الولادة وقبلها بنتكلم عن الرعاية، رعاية الأم للجنين وصحتها هي مهمة جدا جدا في الحتة دي.
فترة الحمل عندنا مهمة، إنه الأم في الفترة الأولى 3 شهور، بعديها 3 شهور الأخيرة الأمراض التي أصابتها وكده، بعد كده بندخل طوالي في الولادة طبيعية متعسرة، دي كلها بتأثر على الطفل، لأنه إذا كان في تعسر شديد بتحصل مشاكل في نقص الأكسجين، بتحصل تعسر شديد في الولادة. ده طبعا ده مهم جدا بالنسبة لناس، يعني الحملات الآن القايمين بها بتاعت التدخل المبكر مهمة جدا لها في السنين بإذن الله القايمة. فمنذ الولادة احنا بنكتشف الطفل ده، وطبيب الأطفال بيكون موجود عارف انه بعد كده الطفل ده من الفيتشر من الملامح واضحة انه عنده شنو. اذا كان مثلا داون سيندروم، اذا كان في مشاكل بتاعت شلل دماغي، حصل له مثلا نقص في الأكسجين، حصلت له اي مشاكل تانية بيعاني منها في أثناء الولادة، فحتكون دي كلها علامات بارزة واضحة للأم او للطبيب بالأخص. اذا اكتشفت الأم بعد فترة يعني بعض العلامات انه مثلا هو رضيع، يعني مثلا ما بتلفت للاصوات او ما بتخلع مثلا اذا طلع صوت. هل في اختبارات ممكن تعملها؟ بسيطه جدا، اختبارات في البيت، يعني هو طبعا التست بتاع السمع مثلا منذ الولاده، منذ الساعات الاولى في الولاده خلاص، يعني ممكن تتعمل له تست انه يسمع ولا ما بيسمع، وبعد ذلك بتعرف يعني حتى قياس السمع بتاعه كيف. اضافه لذلك انه الام ممكن بكل بساطه، يعني بكل بساطه انه اذا الطفل وقعت حاجه في البيت، نطه، اتخلع، بعد فترة أثناء الرضاعة الأم اكتشفت إنه الطفل يعني بعد 3 شهور شهرين يعني ما في أي كونتاكت، ما في متابعة إنه الطفل بيراقب الأم أو بيراقب أو بعين محلات الصوت، يعني ما بتلفت ما بينتبه كده. أيوة ما في انتباه، فدي كلها حاجات بتورينا إنه في إشكالية. مثلا برضو لما أثناء الأم بتغير للبيبي ما في حركة في الرجلين كده، يعني ما بيرجع رجلين وما بيرفع، فدي كلها إشارات بتوضح لنا إنه أنا طفلي عنده شنو. يا ربي الأم اللي بتكون أول مرة، يعني فأول مرة بيكون صعب عليها في الأول تكتشف الحكاية دي، إلا تقوم تقارن مثلا ولد أختي ولد الجيران ولد كده، بتكلم أنا ولدي ليه لسه، أنا مثلا ولدي ليه بيمشي ما مشى، سنن، ما قعد، يعني في ملاحظات كثيره. ايوه تكون دقيقه الملاحظه، لازم تكون دقيقه الملاحظه. الامهات الجدد طبعا بيكون في شويه تاخير في الحته دي، عشان كده لما ننادي بتدخل مبكر لازم اكتشاف مبكر. الاكتشاف المبكر اكيد حيجينا بالوعي، وعي في المجتمع، يكون في وعي كبير جدا، في تدريب لكل المؤسسات، في تدريب للامهات، في تدريب في التلفزيون، في الاعلام، في كل الوسائل يعني. جميل. دكتوره هند، طيب الطفل او الاطفال ذوي الاعاقه تحديدا بيكونوا محاطين بهاله من الحمايه والخوف والتعامل الخاص، الحاجه دي يعني هل بتؤثر يعني سلبا اذا الحنيه الزايده كانت يعني الحنيه الزايده من الامهات؟ اي نعم، يعني مثلا عندك برضو في الاعاقات ما بتكون باينه خالص، يعني بتظهر بعد شويه، يعني بعد سنه ونص او 18 شهر سنتين، زي التوحد مثلا. الامهات ما بكونوا عارفين الحاصل شنو، الواحده بتكون عايزه بس تحتوي طفلها ده وتخليه جنبها، تاكله، كيف تتعامل معه. ايوه يعني تاكله، تشربه، ومن غير اي ما تطلب منه، اي يعني هو اذا بيطلب منها حاجه بيجرع، يعني ما عارف يعبر، يقشر، ما عارف اذا هو جعان اقعد يبكي او يقشر او يسوق لحد الثلاجه او يديني يعني يشيل الكوبايه يقول لها اديني مويه، لكن هي الحكايه دي يعني ما حاولت تصلحها، ما حاولت تعالجها بانه توديها لزول مختص، او تحاول هي تنطق له الكلمات او توضح له مويه، يعني ادراكه للكلام، تساعده في الحته دي، فعايزه تنفذ. الام الحمايه والرعايه الزايده عن الحد بتزيد لنا، بتفاقم المشكله. فيلا اثناء ما بيحصل ده كله، هو اشر لك عن المويه، انت ما تقولي له مويه، قولي له عايز تاكل، عايز تمشي الحمام، عايز يكون كلامك واضح، انه بس ارعاه اديه ياكل، بكى معناها ياكل، بكى معناها يمشي الحمام، لا، في عمر سنه ونص سنتين لازم الام في الفتره دي كلها اصلا بيكون بيأثر جدا جدا بالكلمات، يعني عشان يكون لنا يعني فوكابلري كثير وثروه لغويه كثيره جدا، يعني دي كلها حيخزنها. اثناء ما بخزنها الفتره دي اكيد اول ما يحصل فتره انه عايز يتكلم حيسترجع كل الحاجات ويطلعها. نعم. فانت يا ماما اذا بتتكلمي معه بطريقه طفوليه جدا، واذا بتلبي له جميع الخدمات له واي حاجه عايزه، معناها احنا اكيد يعني انه كده بتضريه جدا، يعني قد ما تكتشف المشكله مبكرا، يعني السمع له اثر كبير جدا، احنا من الحاجات اللي ما بينتبهوا لها خالص،
يعني الاطفال لما يكون عندهم مشاكل سمعيه لازم احنا نركز، يتاخر في الكلام عشان في دي المشكله دي. يتاخر في الكلام في مشاكل فكريه اخرى، في مشاكل التوحد، في يعني لازم انا اكون حريصه صراحه على انه اعرف الحاصل شنو اول باول. نعم. طيب نيجي نتكلم في الروضه وفي المدرسه. رعايتهم وتوفير بيئه، احنا طبعا مشكلتنا كلها في البيئه يعني. دي واحده من اكبر مشاكلنا. كيف انه البيئه بتاعت المدرسه او الروضه تكون بيئه مناسبه للاشخاص ذوي الاعاقه باشكال الاعاقه المختلفه، وكيف نحن لما نكتشف مواهبنا دينا ننميها، لانه مثلا الاعاقات الذهنيه دي في كثير من الاحيان بصاحبها بيكونوا عباقره في 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 مجالات اخرى يعني. أكيد. في الرياضيات في غيرها يعني. ده يلا ده هنا دور التاهيل يلا بقى بعد ده. يعني انه الام اول ما تلاحظ الحياه دي كلها كده، احنا في الاول نبداها من البيئه زي ما قلت، البيئه في التعليم قبل المدرسه. يعني لازم احنا نكون مدربين الكوادر الموجوده في الرياضه الاطفال او التعليم قبل المدرسه بطريقه قويه جدا، عشان يقدروا يعرفوا المشاكل الحاصل شنو على كل طفل حاصل له شنو، يقدر يقعدوه القعده الصحيحه في الكلاس بتاعه في الفصل، يقعد كيف كل طفل احتياجاته شنو. يعني اذا كان اعاقه سمعيه قاعديه قدام في حته فيها ضوء لانه بينتبه لقراءه الشفاء، اذا كان عنده مشاكل بتاعت ADHD او حركه زائده او فرط حركه انا اقعده في حته اخلي كنترول عليه وكده عشان ما يطلع يزعج الناس الثانيين، اذا كان اعاقه بصريه اخليه قدام لكن اخليه علشان هو بيركز جدا على سمعه، ما اخذته جنب الطفل اللي عنده ADHD او عنده حركه مفرطه يعني، فده بيأثر بيشوش عليه. فيلا دي كلها يفترض تكون في جرعه كافيه جدا جدا للاساتذه الموجودين في الرياض. اضف لذلك هم عندهم دور فعال جدا بانه هم بيساعدوا معانا في الخطه العلاجيه. في التخاطب، في الكلام، في التأهيل، في المهارات الحركية الحياتية الموجودة عندهم في الموجودة في بيحتاجوا لها يعني الأطفال ديل. طيب إضافة لده كله دمجهم مع الأطفال وبيساعدوا على إنه يتفاعلوا بالذات الأطفال بتاعين التوحد أول ما يجونا وكده، بيكون أهم حاجة عندنا إنه يندمجوا يكونوا موجودين مع الأطفال يتفاعلوا. مثلا دورك الليلة الدينية السندوتش أقعد أكل صاحبي فلان الترحيل، دي كلها حاجات بيلتقط منها الطفل وبيكون منها الذخيره اللغويه، غير كده بيعرف يتعامل في اكشنز كثيره بيقدر يتعامل معاها في الحياه. يعني كل الفئات الاعاقه الموجوده، احنا الاطفال برضو ذوي الاعاقه الحركيه الحمد لله ديل يعني ما شاء الله بيكونوا مستوعبين اي حاجه ما عندهم اي اشكاليه يعني، بس لازم يكون في امكانيه وصول دخوله للروضه بالكرسي بالطريقه المفروض انه يكون موجود فيها. اطفال الشلل الدماغي مهم جدا احنا نركز معاهم على اساس انه هم بيكون عندهم مشاكل في الكلام، حركات العضلات الموجوده في الاورا اللي هنا في فكه في اسنانه في لسانه يعني تعبانه، نحاول نساعده زيه زي اي شخص اخر يا جماعه، من حقه انه يتعلم، من حقه انه يصل، من حقه انه يتفاعل مع المجتمع يعني. دي كلها حقوق من حقه وايجابيات قد يجدها في الاندماج في المدارس جدا. لكن برضه نحن نشوف السلبيات اللي ممكن يواجهها الطفل تحديدا في المدرسه لما نحن ندمجه في المدارس، عسى ولعل نحن السلبيات نقدر نلقى لها حلول نتغاضى عنها. السلبيات هي يعني بس الحمد لله نحن قلنا تدريب الكوادر وماشيين والله الحمد لله، يعني في اساتذه كثير ما شاء الله متفاعلين جدا في الحته دي بيساعدونا في كل مدرسه بيكون في غرفه للمصادر، في غرفه يكون الطفل بعد ما نوضح للمعلم بتاع الفصل او بتاع الصف انه كيف تتعامل معه، يكون في غرفه بعديها المصادر او يكون وجودنا احنا كاخصائيين للتخاطب كوجود شخص يكون، او حتى اذا احتاج شادو تيتشر او معلم ظل يكون في حد متابع الحاله بالضبط. التقييم للحاله من فتره للثانيه، في تقييمات وخطط علاجيه بتتغير كل 3 شهور كل فتره والثانيه الاخصائيين يجوا يتابعوا، اداره المدرسه برضه تتابع الحته دي. الاهم من ذلك برضه يعني احنا نعمل وعي للاطفال ذاته. أيوه. حوله ما دي البيئه. انا البيئه ما انا خلاص بكل مقومات البيئه الموجوده عندي في السودان انا احاول اعالج اعمل شنو، ما لازم انا يعني احنا نعمل شغل يعني احنا نوفر للطفل ده وضع احنا والاسره اساعده بانه انا اخلي الاطفال ديل يعملوا ادابتيشن وتكيف للطفل بانه يساعدوه يعني في حاجاته يلعبوا معاه يشاركوه في الالعاب. مرات الاطفال بيتنمروا مثلا يعني يقوم يقول لك يا الاطرش ويا المسميات المؤلمه القاتله ديكي يعني شفت. يلا احنا بنعمل برضه في المدارس توعيه للاطفال، بنعمل داي كير كده للاطفال مرات بنوضح لهم
كل إعاقة الأجسام شنو مميزات شنو السمات الموجودة في كل إعاقة، كيف تتعاملوا مع أخوانكم؟ أخوانكم ديل مثلا لغة الإشارة كده نحاول مثلا نرفع معه الكرسي، إذا كان عنده أي إشكالية في المشي نحاول نساعده نزحلق معه سندويتش نتشارك ونتكلم نتونس معه، يعني في حاجات نحاول نعيشهم. والأطفال ما شاء الله يعني بيستوعبوا بيستوعبوا الحاجات دي جدا يعني يعني حتى إذا كان لغة الإشارة بكونوا عايزين مثلا مرات يوصلوا له مثلا تعال بأشروا له كإشارة وصفية ساي تعال نلعب سوا، فكلها بأحداث بحركات بأكشنز كده يعني إنه أنت قوم تبقى لهم ممتع يعني للطرفين بعد يعني يجوك في البيت يا ماما الليلة جابوا لنا طفل كده كده. زمان زمان كان في أمهات يقول لك والله ما تخلوا معي في الفصل ولد عنده مثلا بيصرخ بيصرخ ده يعني بيقصدوا به، ومرات اطفال التوحد مرات بيجيهم نوبات بتاعت بكا ما من حقها يلا بيقول لك لا بخوف ولدي بيعمل كده بيعمل فيه امهات بيقولوا كده ولدي خايف منه. ما انت ما توعيه يا ماما انه ده يعني دي حاله بتجي لطفل بتلقاها في حته ثانيه كثيره، كيف تحاول تساعده فهمي انك كيف تحاول تساعده صح. يعني يمكن انت يجيك الولد الجاي عنده الاشكاليه دي يا جماعه ايه المشكله، الحكايه بركه الحكايه رحمه الحكايه تعاطف ووعي اكثر من اللازم يعني ان شاء الله. طيب يعني اخر محور في الفقره دي خلينا نتكلم عن جزئيتين، الجزئيه الاولى الوصمه، هل تراجعت الوصمه في المجتمع السوداني بشكل كبير؟ الجزئيه الثانيه نصائح اخيره للامهات والاباء يعني في دقيقه ونص تقريبا. ان شاء الله. الوصمه وصمه العار او الاحساس انه مثلا عندي طفل عنده اعاقه بقفل عليه الباب واخليه واطلع الاولاد الثانيين واقول ديل كويسين وده عيان، صراحه الحاجه دي بدت تتلاشى او بدت تخيف صراحه تجل. يعني تقيل جدا. بس شنو عندنا برا في القرى يعني في بعض الجهات البعيده وكده ما دا سنه يعني خجل وكده، لكن عدم امكانيه لانه يجوا الخرطوم، عدم وجود المراكز اللي بتدرب، عدم وجود المختصين في الحتة دي. فلما نعمل وعي لما نعمل تدريب نطلع في الاقاليم نشتغل شغل زي ده، نشتغل في كل وسائل الاعلام نوعي الاسر في الحته دي، اكيد الوصمه دي حتقل جدا جدا. المفروض لكن يكون في مؤسسات ايضا موازيه زي ما ذكرت. ايوه يعني. ايوه لازم تكون حتى في المؤسسات الموازيه الشركات المراكز اللي بتشتغل في الحته دي يعملوا قافلات يعني ويطلعوا ويشتغلوا في المكان في الاعاقات او في مراكز الصحيه في القرى في الحته دي. غير كده انه المفروض الناس دي يعني الخدمات دي صراحه تنتشر في جميع ولايات الخرطوم ولايات السودان يعني ما المفروض تتركز هنا في العاصمه. اكيد اكيد اي النصائح الاخيره النصائح للامهات يا جماعه والله الابناء يعني الاثنين الامهات البيرنتس عامه الامهات والاباء والابناء في 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 المدارس وفي المجتمع شاركوهم يا جماعه ديل ما في اي فرق بينهم وبين اي شخص اخر، هم من حقهم يلعبوا وتشاركوا في المجتمع لانه تعاملك معه وتفاعلك معه هو اللي بيخليه صحيح في المجتمع يعني. فلكل الامهات يعني اصبروا وده امتحان من ربنا واكيد اكيد اكيد دي بركه اكيد جايه لنا وربنا يديكم الف عافيه ان شاء الله ودايما معافين يا رب ان شاء الله. شكرا جميلا لك دكتور هند فتح الرحمن البشير استشاري تاهيل في مجال الاعاقه واختصاصي اضطرابات النطق والكلام والاستاذه بالجامعه الوطنيه كليه العلاج الطبيعي. شكرا جميلا لك. شكرا لكم. كثر خيركم. حتواصل بالتأكيد مع كل مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة من صباح الشروق اليوم احتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن عقب هذا الفاصل القصير. عدنا لكم مرة ثانية في ساعتنا الثانية من برنامج صباح الشروق وما زلنا بنتواصل في برمجة خاصة وصباح مختلف مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. والأشخاص ذوي الإعاقة بيتمتعوا بعديد من المواهب يا أحمد، مواهب مختلفة جدا سواء كان على مجال الفن الثقافة الإعلام إبداع مختلف فكر مختلف، عندهم قدراتهم عندهم إمكانياتهم إنهم يكونوا مؤثرين ملهمين لكثير من الناس، يكونوا قادرين لأنهم
يقدموا نماذج مختلفة في المجتمع. لكن بنشوف كل هذه الأشياء بس في اليوم العالمي أو الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. بعدها ما بنشوف حاجة ثانية، نتفاجأ بالمواهب دي، نتفاجأ بالمقدرات العالية دي منهم في هذا اليوم، وبعدها بتختفي تماما. فكانت فكرة مختلفة من شاب مختلف طموح لرؤية جديدة مستقبلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تأسيس مؤسسة أو شركة إعلامية خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. داخل الاستوديو معنا الشاب شهاب خوج العثمان. أهلا مرحبا بك يا شهاب. مرحبا السلام، تحية عطرة في هذا الصباح وفي هذا اليوم المختلف المميز. نعم مرحبا بك يا شهاب. طبعا شهاب ليس فقط مؤسس الشركة لكن شاعر وإعلامي، يعني برضو عدد من المواهب يعني المختلفة. شوتينج ستار ميديا دي الشركة اللي انت أسستها، نتكلم عن الفكرة أساسا من إقامة هذه الشركة. يعني طبعا يعني أنا داير تسمحوا لي بس بتحية خاصة في هذا الصباح للشعب السوداني العظيم في بإيحاءات الثورة وإيحاءات التغير الفكري، وللأشخاص ذوي الإعاقة في عيدهم، وبنقول عزتنا بيكم تكتمل، والفرحة هيلكم، والولف ما بين قدومكم واحتفالنا شرفنا زاهي ومختلف. مرحبنا بيكم، مرحبات للكلموا بالحلقة دي والما عرف وتتصوروا، والله انتم منورين، ومع اننا بنسعد كثير والفرحة مازن تتوصف، كل ما نزيدكم في المراحل حنبدأ تاني من الألف. الولف دي طبعا برضو واحدة من العبارات الشهيرة يعني للوالد ربنا يرحمه ويغفر له، الأستاذ القائم خوج العثمان اللي شكل وجدان الكثيرين. يعني الناس كتار حبوا بيغوناه وحدي لحد ولا اللي بحبوا بيهم. نعود لسؤالنا، يعني الفكرة الأولى من تأسيس هذه الشركة. طبعا نحن يعني بقينا متأكدين كمثقفين يعني الطبقة اللي بتتعاطى الثقافة عموما، أنه رأس رمح في كل الحاجات اللي انت عاوز تفاعلها في المجتمع عاوز توصلها هي الإعلام والثقافة. المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة عندهم كم كبير جدا من المكنونات الداخلية في الثقافة وفي الإبداع، للأسف يعني موسمية. يعني اليوم العالمي ده كل شهر في السنة، والاحتفالات الثانية اللي بتقوم تعملها الوزارة أو بتعملها الحكومة للأشخاص ذوي الإعاقة، وبيقوم بيكون في البرنامج الثقافي المصاحب، بتجي في 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 لحظة أنه يفترض هم يجتمعوا في المسرح عشان يقدموا وصلات ثقافية معينة، سواء كانت شعر غنى مسرح إلى آخره. فما في كونتاك دائما، يعني 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 يفترض انه كده حيطلع واحد اصم يقدم حاجه، حيطلع بعد واحد معاه حركه يقدم، وبعدهم يا جماعه الحاجات لو ما كانت مجانسه ما بتأدي المضمون. ما ممكن تكون شكلها مثلا في قط هنا ما بين دي وما بين دي وما بين دي. الاندماج في الحاجات دي مع بعضها بيكون في تواصل ما بين الحاجات دي. الرساله واحده، احنا بنقول طريقنا واحد. طريقنا واحد معناه فكرتنا واحدة، هدفنا واحد، الحاجة اللي عاوزين نوصلها للمجتمع أيضا فكرة واحدة. يعني فكرة الشركة دي إنه المنتوج الإبداعي ده يكون مستمر ما يكون موسمي. أي يعني ما الناس هو المفترض بأي يعني. حال من الحال هو ما في حاجة بتخليه يكون موسمي. ليه موسمي؟ نحن بننتج إنتاج ثقافي، بننتج إنتاج إبداعي، وبالتالي هو مستمر، فلازم يكون متواصل. نعم، والمشاركات ما تكون بس على النطاق الاحتفال، إنما حتى في المشاركات الوطنية، في الاحتفالات العامة، بتكون في البلد، يكون عندكم فيها دور، عندكم فيها حضور إنكم تقدموا وصلة وتقدموا فقرة مختلفة. طيب شهاب، يمكن أنت يعني في سلبيات لاحظتها من خلال التعامل تحديدا مع أو من خلال التعامل مع برامج المعاقين، سواء كان في البرامج أو حتى القنوات، واللي بتهدف أنت حاليا لأنك تعدلها. رقم واحد يعني يا جماعة نحن ما عارف، لكن أنا مبدع، إذا كنت مبدع أيا كان لون الإبداع اللي أنا بقدمه يتعامل معي بشكل الإبداع. يعني أنت ما حتيجي مسؤول يقعد وأنا حقوم أشارك، إذا كنت فنان والله شاعر والله ممثل والله أي حاجة حصفق لها سلام، بغض النظر عن أنه المادة اللي أنا قدمتها هل هي بتستحق؟ والله لا، يعني حساسية مفرطة في التعامل بالضبط، المسألة دي حتهزمني داخليا.
يعني شكل المعالجة لازم يوقف. أنا والله خي تعامل ما تعاملني بتعاملني بالمجاملة، المجاملة دي بتقتلني. كان كنت وأنا ما أيوة عشان أنا أتطور. أنا بتطور كيف؟ أنا بتطور بالنقد البناء، بتطور بأنه يكون في ناس بيتابعوا الحاجة اللي أنا بقدمها ويقولوا الحاجة، وما شرط يكونوا معاقين. لا نحن ما ليه يعني الشريحة حقت الأشخاص والعاقة اللي هم فيهم المبدعين سواء كانوا فنانين بيكونوا في المهن الموسيقية، شعراء مع اتحاد شعراء فنانين مع الدراميين، بنصقل المواهب حقتنا من خلال الحاجات دي. فيعني يا ريتنا نطلع من المربع القديم بتاع المعامل جادين شوي يا ريت يعني الفكر ذاته بيتطور يعني. طيب شهاب، يعني في سؤال بيطرح نفسه، ليه ما مبادرة؟ ليه ما منظمة؟ ليه شركة؟ أي سؤالك ده جميل شديد صراحة. منظمة بتخضع لتفاصيل صراحة فيها عقم شديد. يعني المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال أشخاص ذوي الإعاقة دولاب العمل حقها راتب وممل، ما بيتوافق مع المبدعين وطريقة التفكير. المبدع ده إنسان يعني منطلق ومفرد، آي فليه منظمة؟ ليه ما نكون زينا وزي المراكز حقت الشباب، زينا وزي الاتحادات حقت المهن الموسيقية، زينا وزي الاتحادات الدرامية؟ نحن طبيعتنا اللي بنقدمها أصلا نحن بشر متمردين، ممكن تحصرني بمنظم عشان يقول لي والله يا أخي جمعية عمومية وأمين عام وأمين مال، أمين عام وأمين مال ده حتنتهي بعد ورئيس وتعب صراحة يعني. فشركة لأنه شركة بتعمل عقودات، بيكون في التزام عليك، بيكون في جدية. الالتزام والجدية نقطتين مهمات. أي فأنت ما ملزوم بأنه والله يا أخي والله يا أخي جاي اجتماع بتاع مكتب تنفيذي وشنو ما بعرفه الكلام. حتى لو كان جوا المؤسسة جوا الشركة بيبقى الكلام ده فيه، بيبقى مشي الأساسي. شو الأساسي؟ العمل اللي بينتج. شو الأساسي؟ أنا بجي بتعاقد معك في شغل معين حتعمله لي. واحد اثنين ثلاثة في شروط جزائية في إلى آخره. في جدية عشان نحن ننتقل من المحلية للعالمية يا جماعة. نحن ما بننتقل بالكلام ساكت، لابد من يكون في ورك جاد يعني. أكيد. لازم. جميل. طيب شهاب، فكرة المؤسسة اللي هي تم تأسيسها أو الشركة، عايزين نعرف وضعها الآن. يعني هل هي حاليا عندها مقر، ولا حاليا هي فكرة قائمة بالعمل وبدأت فعليا على اساس انه اللي قدام يكون عندها مقر ثابت وكبير للشركه؟ الحمد لله هو عندها الان مقر، لكن طبعا المقر الان هو عباره عن مكتب عشان التفاصيل الاساسيه حقت التاسيس موجود في مجمع السلام التجاري في الخرطوم، لكن هي لازم حتنتقل وتكون في مكان زي ما بيقولوا الحدث اللي هو مكان الاتحادات الكبيره اللي هو في بحري. الاتحاد الكبير اتحاد المكفوفين موجود في بحري، اتحاد الصم والبكو موجود في بحري، واتحاد المعاقين حركيا موجود في بحري، والآن المشاركة إن شاء الله القادمة في يوم الأحد هشارك أنا باسم السودان في المبادرة العربية اللي هي عنوانها أو تحت شعار بكرة أحلى، ونتمناها بكرة أحلى إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى النصر للسودان في هذه المشاركة اللي هي كبيرة جدا. دل اللي هو السابعة، المشاركة السابعة للسودان في الفعالية. لا السودان الأولى هي الفعالية دي السابعة، النسخة السابعة. النسخة السابعة نحن أول مرة حنشارك، ويا ريت يعني الدعم المعنوي من كل المحبين للتطور، ومن كل المحبين للثقافة، ومن كل المحبين من الثورة الى الدوله. قلت له يعني في الايام السابقه دي كان في عدد كبير من الفعاليات، والسودانيين كانوا اكتساح يعني. واضح انه نحن يعني الايام دي عندنا همه كده انه ننجز. احنا شاكرين جدا لك شهاب خوجة العثمان، مؤسس شركه شوتينج ستار ميديا، اللي واحده من الشركات الابداعيه والاعلاميه اللي اتمنى انه نشوف اعمال يعني في مقدم الايام. كثر خيرك، شكرا لك. الله يسلمك. نقول سالناهم عن اشواقك، نسوها وقالوا ما عارفين منو اللي بالدمعة بيشتاقك ويعزك بوفاه سنين، تساهر عينه وانت تنوم يكحل بيك سواد العين وحليلك انت المسكين، هموم الغير تشيل براك وفرحك يشيلوا ناس تاني. شكرا جميلا شيعة.
بتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان، ومقوله شهيره: انظر الى النجوم ولا تنظر الى قدميك. مقوله طبقها العديد من المعاقون وتحدوا اعاقاتهم واصبحوا ارقاما يشار اليها بالبنان. تعالوا نشاهد مع بعض هذا التقرير عن نجوم تحدوا الاعاقه، التقرير رشا ابراهيم وقراءه اكرام عبد الله. نشاهد. الاعاقه في الفكر وليست في الجسد. أثبتت مجموعة من المشاهير من ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم قادرون على تطبيق هذه المقولة على أرض الواقع، واستطاعوا بالصبر والتحدي أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة يطلون بها نحو المستقبل، ليحققوا أحلامهم ويحولوا نظرات الشفقة إلى الانبهار. نيك فيوديتش. ولد نيك وهو يعاني من متلازمة نقص الأطراف الأربعة، وهي متلازمة نادرة الوجود عانى فيها من فقدان الأذرع والأرجل بشكل كامل باستثناء قدم صغيرة في أسفل جذعه. طفولته كانت عرضة للسخرية لمن حوله، وتعرض لحالة نفسية سيئة دفعته للتفكير في الانتحار، لكنه وجد أن هذا التفكير السلبي ما هو إلا تدمير لحياته، فتعايش مع إعاقته. ولم يكتفي بذلك، بل اتخذ من إعاقته وسيلة لا ترى إلا الجانب المشرق الذي بثه على الجميع من حوله. تعلم نيك الكتابة بأصابع قدمه الصغيرة، وتعلم استخدام الحاسوب والطباعة عليه ورمي كرات التنس والعزف على الطبلة، كما تعلم السباحة وهو في 17 من العمر، وأسس منظمته غير الربحية الحياة بدون أطراف لبث الأمل والتفاؤل وإخبار العالم أن الحياة لا تقف على إعاقة. وتحول من الشخص اليائس الذي فكر في الانتحار لنموذج يحتذى به في الأمل من خلال خطاباته في أماكن مختلفة من العالم، وليثبت للعالم قدرته على فعل المستحيل بالإرادة. صار نيك متحدثا ومؤثرا في الناس، وأصبح يتنقل في دول العالم ليتبنى قضايا المراهقين، وحظي باهتمام كبير ونشر أعماله ومشاريعه من خلال البرامج التلفزيونية والكتابات التي تنشر له. نشر كتابه الأول Life Without Limits في عام 2010، وسوق لفيلم موجه للشباب باسم بدون أرجل بدون يدين بدون قلق، وحصل على جائزة أفضل ممثل للأفلام القصيرة. استطاع ستيفن هوكينغ قاهر الصعاب ومتحدي الزمن أن ينتصر على إعاقته ويحقق مزيدا من النجاحات. أصيب ستيفن بمرض عصبي وهو في 21 من عمره، وهو مرض التصلب الجانبي ALS، المرض المميت والذي لا علاج له، لكنه كان مفعم بمعرفة كيفية عمل الأشياء، حيث أطلقوا عليه في المدرسة لقب إينشتاين. توقع الأطباء أنه لا يعيش أكثر من سنتين، وبالتحدي والإقبال على النجاح استطاع قهر العجز وإبهار الأطباء بمجاهدته حتى تجاوز 72 من العمر، ما أتاح له الفرصة للعطاء في مجال العلوم وبالتحديد علوم الفيزياء النظرية. وبالرغم من أن هذا المرض جعله قعيدا، إلا أن عقله لم يقف برهة، حيث حصل على دكتوراه في علم الكون من جامعة كامبريدج، وحصل على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، واستطاع أن يتفوق على أقرانه من علماء الفيزياء، وبطريقة لا تصدق كان يجري كل الحسابات في ذهنه. وشارك ابنته الروائية في كتابة كتب للأطفال لتقديم شرح مبسط عن الكون بطرق روائية في العام 2007. فريدا كاهلو وهي رسامة مكسيكية شهيرة، ولدت في العام 1907، أصيبت بشلل الأطفال في قدمها اليمنى. ليس ذلك فقط، بل سريعا ما تعرضت إلى إعاقة أخرى في ساقها، ما جعلها تعيش طفولة سيئة جدا، لكنها لم تكتم أحزانها أو مأساتها داخلها. تمكنت من نقل مشاعرها في لوحتها مستخدمة 3 أدوات وريشة وقلم وورقة طلبته من والدتها في أول لوحة لها لتنقل معالم وجهها الذي تراه كل يوم. ودعمت هذه الموهبة بدروس في الرسم حتى صار حليفها والمنفس عن شحنة غضبها الذي يبعدها عن عالم الآلام، وأصبحت من أشهر الفنانين في العالم. كريس بورك بطل من أبطال متلازمة داون، واهتم بالأفلام في صغره،
تخرج وعمل متطوعا في أحد البرامج الخاصة ليعطي الأمل لغيره، وبسبب أغنية لمايكل جاكسون اهتم كثيرا بالفن وشارك في العديد من الأفلام، ولعب دورا في أحد أفلامه جسد فيه حقيقته وكان ينقل للناس واقعه في عالم الأفلام. حصل على العديد من الجوائز حتى استطاع بطموحه أن يمحي كلمة مستحيل. طه حسين أديب وناقد مصري لقب بعميد الأدب العربي، غير الرواية العربية، مبدع السيرة الذاتية في كتابة الأيام والذي نشر في العام 1929، يعتبر من أبرز الشخصيات في الحركة العربية الأدبية الحديثة. لا تزال أفكار ومواقف طه حسين تثير الجدل حتى اليوم. درس في الأزهر ثم التحق بالجامعة الأهلية وحصل على الدكتوراه، ثم ابتعث إلى فرنسا ليكمل الدراسة وعاد إلى مصر ليعمل أستاذا للتاريخ ثم أستاذا للغة العربية، وعمل عميدا لكلية الآداب ثم مديرا لجامعة الإسكندرية ثم وزيرا للمعارف. ستيفن وندر ولد كفيفا ولم يستسلم لإعاقته. صار ستيفن وندر من أكثر المطربين المحبوبين في العالم، فهو شاعر ومغن وملحن، سجل له أكثر من 30 أغنية في أفضل الأغاني في الولايات المتحدة الأمريكية. نعود نتواصل معكم مشاهدينا الأكارم في هذه الحلقة من صباح الشروق التي لا زالت مستمرة، ونخصصها للاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيصادف 3 ديسمبر من كل عام، وشهر ديسمبر هو شهر الاحتفاءات في السودان، شهر الثورة. يعني بعد البيان اللي أعتقد بقدر كبير جدا كان فيه شكل كبير من الأدب في المخاطبة، لما مجلس الوزراء يخاطبنا يقول إن حكومة الثورة تستأذن شعبها في الاحتفاء بالذكرى الأولى، فأعتقد ده أدب ما كنا متعودين عليه يعني بشكل كبير من المسؤولين في الحكومة فعلا. يعني تواصل معكم مشاهدينا. المساحة القادمة ذاكرة الشروق، قدمت قناة الشروق الفضائية خلال برمجتها لشهر رمضان في العام 2016 سهرة سوداني جدا، خصصت الحلقة أو هذه الحلقة من سلسلة السهرات للمكفوفين. تم من خلالها استضافة عدد من النجوم والمبدعين كانوا موجودين في المنصة، كانت واحدة من هؤلاء الضيوف المغنية حنان النيل والدكتور الأستاذ الجامعي الصادق محمد صالح والفنان وعازف العود الأشهر عوض أحمودي. السهرة كانت من تقديم الزميل نسرين سوركتي. نعود بذاكرة الشروق إلى سودان جدا. مشاهدي وحضور سوداني جدا، أهلا بكم في هذه الليلة الرمضانية الاستثنائية. حضور اليوم ذوي طابع خاص وخصوصية عالية، فقدوا البصر ولكن لم يفقدوا البصيرة، مبصرين بقلوبهم. ضيف الأول هو خريج جامعة الخرطوم، عنده العديد من الإنجازات، تخرج بمرتبة الشرف في علم النفس وتخصص في علم النفس البيولوجي، ابتكر لغة للتواصل بين المكفوفين والصم. رحبوا معي بدكتور الصادق محمد عبد الحليم. ضيف الثاني الموسيقار والعواد الأشهر عوض أحمودي. برحب بكم ضيوفنا الأكارم وكل عام وانتم بخير، رمضان كريم عليكم. دكتور الصادق وأستاذ عوض، كل سنة وانتم طيبين. بعد التحية لمشاهدي قناة الشروق، ونقول للناس كلهم كل سنة وانتم طيبين ورمضان إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير.
صادق ده بما انه ولدي انا اقدمه وافخر به جدا انه كان من الدفعات اللي جات لاحقا في معهد النور وشق طريقه بشكل يعني شكل العارف المحدد هدفه. انا سعيد جدا في استضافتكم برفقه ابني الصادق دكتور صادق. اهلا يا صادق. واحب ايضا ان اعرف على انه حينضم لنا ضيف ثالث هو ضيف ونجم طلب به محبينه كثير جدا بان يظهر عبر القنوات التلفزيونيه ولكن مقل وزاهد جدا في الظهور او قد نقول زاهده في الظهور عبر القنوات التلفزيونيه المختلفه. هنفصح عنه فيما بعد في جزء ثاني من سهرتنا. اسمحوا لي في الاول بعد التحيه ضيوف الاكارم دكتور الصادق انا عايز ابدا معاك في مساله ابتكار لغه معينه يقدر يفهموا بها المكفوفين والصم. من وين جت الفكره دي بدايه؟ حقيقة أنا بحيي الشعب السوداني بكامل أطيافه برمضان شهر رمضان العظيم، وبحيي صديقي العزيز جدا وأخي الكبير عوض حمودي، وده كان النبراس حقيقة الغير فكرة الإعاقة والمكفوفين وكف البصر هنك في مجتمعنا. حقيقة عوض حمودي وكثير مثلهم هم الأنار لنا الطريق لمثلي. طيب بالنسبة للغة بتاع التواصل بين المكفوفين والصم، هي كان فكرة نشأت في يوم أنا طالع من الجامعة ركبت المواصلات ركبوا معي 4 من الصم، هم بدأوا يتكلموا معي يسألوني أنت ماشي وين؟ وطبعا أنا ما شايفهم، هم بيأشروا بيقولوا بشنو وهم ما سامعيني. فبقينا يعني الموضوع فيه تريك غريب جدا، هم بيسلموا بيدينهم وأنا بحاول أوصل لهم الفكرة لحد ما وصلنا السوق العربي دخل وسيط بيناتنا وفهمني المطلوب، يعني هم دايرين مني شنو. جاءت الفكره من هنا وبدينا في يعطي الخرطوم في الجسم نعمل لغه بين التواصل بين الصم والمكفوفين. جبنا مجموعه من الطلاب المكفوفين ومجموعه من الصم وخليناهم في قاعه واحده وبدينا نلاحظ ما الذي يعني يحدث وطلبنا منهم يتواصلوا مع بعض وبدوا يحاولوا يتكلموا مع بعض باليدين في الاول، وكانت في البدايه تجربه 7 دقائق. المره الثانيه كانت 15 دقيقه وعلمناهم حاجات معينه يتعاملوا بها. خلاصة التجربة عملنا ريكومنديشن توصية يعني، وعمل جهاز عبارة عن قفاز بتلبس في اليد. الجهاز ده يعني فيه سماعة بتتكلم وفيه إشارات بتطلع للصم حلت المشكلة بين التواصل وبين المكفوفين. على فكرة كان ده أول جهاز في السودان عمره دكتور من كلية الهندسة قسم الكهرباء على الخرطوم. نعم ده جميل وإنجاز عنده أثره الكبير طبعا في حياة كثيرين بيحتاجوا فعلا أنه يتواصلوا مع غيرهم. عموما نحن قبل ما ننتقل إلى محور آخر عندنا تقرير معروف طبعا أنه المكفوفين في بلادي أرقام وطنية مضيئة وعطاء مستمر ومتجدد. دعونا نشاهد سويا هذا التقرير ونعود إلى حوار. وقع أقدام مختلف وخطى تتلمس طريقها في الظلام تضيء معالمها البصيرة. يشوف القلب ما بتشوف العين مثل سوداني يترجم واقع المكفوفين ويوضح بدائل النظر عندما تسطر الإعاقة. التعايش مع الحياة أمر بسيط لدى المكفوفين، فمنهم من وضع بصمات أنيقة على طريق الفن وانفرد بتجربة فنية عميقة، ومنهم من توج ملكا للعود في السودان، وأكثر هؤلاء حافظ للقرآن الكريم. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. تجارب ثرة أفردها المكفوفون لتعليم الصغار مما يعانون نفس حالتهم وتدريبهم على القراءة والكتابة بطريقة براين بمنأى عن الجهود الرسمية التي يعتقد المراقبون أنها مقصرة في تقديم الدعم لتلك الفئة. التعليم والوظيفة من أكبر تحديات المكفوفين التي تشير آخر إحصائية أنهم أكثر من 200,000 كفيف، منهم 40,000 منضوون تحت لواء اتحاد المكفوفين. معهد النور المعلم الأوحد الذي يلجأ له المكفوفون بغرض التعليم، لكن لسوء الحظ أن نسبة القبول لا تتناسب مع حجمهم وأعدادهم. يقف المبنى الجديد غير المكتمل مغطى بالعنكبوت ولا يجد أياد تنفض عنه الغبار، وبعيدا عن هموم الوظيفة والدراسة فهم يعيشون قصص حب تتوج بالزواج وينجبون في غالب الأحيان أطفالا
أصحاء ويبرزون مقدرتهم على التربية في تحدي واضح لصعوبة الحياة الزوجية. يعني حياة عادية والله، يعني شايفة الناس المزوجين مكفوفين يعني مع بعضهم كويسين وبيمسكوا أسرهم وبيمسكوا بيوتهم. يعني عالم المكفوفين مليء بالجهد والإيمان، ولا ننسى دور الأسر في تهيئة طريقهم دون عثرات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من صباح الشروق، سعيدة جدا مع كل المشاهدين، إن شاء الله يكونوا هم استمتعوا معنا بهذه الحلقة الخاصة والبرمجة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر في كل عام ومن كل عام. شكرا حماد، شكرا فريق العمل. شكرا برضو مرة ثانية لمنى بل اللي رافقتنا عبر رقعة الإشارة. حنختم بهذه اللقطات لكرة قدم خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. حتى ملتقيكم تقبلوا تحايا فريق عمل الثلاثاء الذين سعدنا ونحن نقل جهدهم، وإلى اللقاء.